نجم النادي الاهلي واربع بطولات افريقيه، وواحد من الناس اللي داخلين معانا النهارده في ارقام يعني كبيره جدا مع النادي الاهلي، وواحد من الحقيقه اللي خليني اقول الوشوش الحلوه اللي جت وجابت معاها نجاحات وبطولات وقدر يقدم نفسه بشكل جديد ومختلف تماما. محمود عبد المنعم كهربا هو اللي معانا على التليفون. مبروك يا كهربا، الف الف مبروك، والقادم افضل دايما زي ما تعودنا معاكم ومع النادي الاهلي. حبيبي احمد، الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك، وبشكرك على الكلام الجميل دوت، وان شاء الله كده يعني ما تكونش اخر البطولات كده باذن الله. لا ده احنا عندنا موسم مرهنين عليكم كلكم فيه، احنا عندنا موسم، واعتقد ان انتوا في دماغكم من النهارده بتفكروا طبعا في ازاي هنحضر للموسم اللي جاي. عندنا سوبر افريقي ممكن يكون قريب جدا، عندنا طبعا بطوله الدوري، يعني انا عارف انكم بمجرد ما بتحتفلوا بالبطوله. وانت كنت بتقول ايه هنا يا كهربا؟ انا مش واخد بالي يعني لقطه اللقطه اللي انت لابس فيها النضاره البيضاء. ايوه كنت لا يمكن عملت احتفالات كتير والله، انا فرحان جدا، من اسعد ايام حياتي طبعا ان انا كان نفسي اخد البطوله ديت جدا. عشان تبقى انت كام بطوله مع الاهلي يا كهربا دلوقتي؟ والله انا ما بعدش البطولات بصراحه. طب قول لي، بلاش نعد، قول لي اغلى بطولات، اغلى بطوله او اغلى لقب او اصعب لقب كهربا بالنسبه له، اللقب ده في حته تانية خالص. والله بص، يمكن كل البطولات بالنسبه لي مع الاهلي بتبقى لها طعم خاص طبعا بالنسبه لي، وبتبقى غاليه عليا قوي. بس يمكن البطوله ديت الاخيره ديت كانت غاليه قوي علينا، لان بالنسبه لي في وسط جمهورنا وفي وسط ملعبنا وفي وسط بلدنا ما كانش ينفع ان في حد يقدر يجي يدخل مثلا، بنسميها اللي انا يجي يدخل بيتنا مثلا او ياخد حاجه. أيوة. ويسرع حاجه وانا واقف بتفرج عليه. فدي كانت اصعب حاجه. يمكن احنا اتكلمنا في الحاجه ديت قبل الماتش كل الفريق، والحمد لله يعني اللعبة كلها كانت رجاله، وربنا كرمنا عشان الجمهور ده كله ما كانش ينفع يعني يروح زعلان. امتى حسيت انه البطوله ممكن تبقى صعبه؟ بعد ما رجعتوا من رادس حسيتوا انكم هتلعبوا مباراه القاهره مرتاحين اكتر، ولا حسيتوا انه النتيجه اللي لعبتوها او اللي حققتوها في رادس التعادل السلبي بقى لود على فريق النادي الاهلي اكتر منه على الترجي؟ لا بص والله، يمكن يعني النتيجه كانت هناك، كانت عارف النتيجه يعني احنا الحمد لله عملنا نتيجه كويسه، بس هي النتيجه كانت مخدعه شويه، لان 0-0 دي تبقى مخدعه وانت في ارضك، لو كنت كان 1-1 كنت هتخسر اللقب. فاحنا طبعا كنا مركزين في حاجه زي كده، ورجعنا استعدينا كويس، واللعبه طبعا يعني انا دايما بنتكلم مع بعض ان اللعبه دي بتبقى في وقت الشده بتبقى رجاله قوي، يعني الحمد لله يعني مجموعه زي الفل، لعيبه كويسه كلهم حبوا بعض، ودي احلى حاجه يعني مميزه يعني الحمد لله. كلامكم مع اللعيبه اللي لعبت النهائي ده او حققت البطوله دي لاول مره قبل مباراه الترجي ذهابا وايابا، يعني دخل امام، دخل عمر كمال، طبعا عمر بره السكواد لكن برضه عاش اجواء البطوله، دخل رضا سليم، دخل وسام ابو علي، الناس دي ما عندهاش خبره افريقيا زي ما هي عند كهربا وعند منعم وعند الشناوي ومعلول، ايه الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوا للعيبه الجديده على نهائي دوري ابطال؟ بص والله يمكن قبل الماتش اللعيبه دي كلها يعني لعيبه كبيره جدا طبعا، ويمكن احنا من قبل الماتش كمان اتكلمنا في اوضه اللبس يعني ان احنا كلنا نساعد بعض، واي حد مش في يوم النهارده في لعيبه ثانيه بتساعد، لعيبه ثانيه بتشيل اي لعيب يعني مش في يومه. فالحمد لله يعني اللعيبه كلها كانت كويسه، والحمد لله يعني قدمنا المطلوب من الدرس، فاللعيبه يعني كلهم كانوا كويسين يعني. أربع ألقاب، اتنين منهم مع موسيماني واتنين منهم مع كولر، أكيد في لقب فيهم بالنسبة لك الأغلى. والله اللقب الأخير ده أغلى واحد بصراحة. الأخير أغلى. اللي هو النهائي الأخير بتاع أفريقيا دوت، ده أصعب وأغلى حاجة بالنسبة لي، لأن زي ما قلت لك إن هو في وسط جمهورنا وفي وسط ملعبنا. طب ما هو برضه في نهائي القرن، نهائي الزمالك كان في ملعبنا. لا ما خلاص بقى، ده فات بقى خلاص، فاهم؟ انت عايزين بقى نركز في اللي لا جاي. لا ده فات بس ما يتنسيش ابدا. طب عايز اسالك حاجه يا كهربا، هو عمره ما يتنسي طبعا. اصل انا عندي، انا الماتش ده عندي فيه كواليس وحاجات كتير قوي المفروض الواحد يعملها فيلم. والله لان انا كنت قبلها كنت تعبان، عندي كورونا قبلها، رحت الماتش ده قبلها اخر يوم، انا يمكن رحت اخر يوم في المعسكر بس،
وبعد كده الحمد لله ربنا اراد ان انا اشارك. يعني انا عندي معلومه انه يمكن اكتر مباراه في تاريخ كهربا كان عنده رغبه كبيره جدا ان هو يلعبها كان الماتش ده، كان ماتش الاهلي والزمالك، كان ماتش الاهلي والزمالك بتاع القرن، نهايه القرن. ايوه كان يعني. بص، الماتش ده طبعا هيفضل طول العمر يعني عمره ما هيتنسي، لان ده فعلا كان يعني بيقولوا ده نهايه القرن بجد. ايوه طب. عمره ما هيتنسي. بس هو انت عارف يمكن تعرف احنا اللعيبه طبعا لما بناخد بطوله النهارده بنحتفل يومين بعدها خلاص نركز في البطوله اللي بعدها. عايز اكلمك على عايز اكلمك على مارسيل كولر شويه كهربا، لانه انت عارف ده كان بيحصل قبل كده، حصل تقريبا في كل الاوقات، حصل مع مانويل جوزيه، حصل مع تقريبا كل المدربين، واخرهم يمكن اللي انت عشت معاهم شويه بيتسو موسيماني ومارسيل كولر، وبالذات مارسيل كولر كمان في الفتره الاخيره. انا عارف ومدرك تماما صعوبه مش عايز اقول كلمه سيطره، لكن انك انت تظبط اوضه لبس فيها 30 نجم، 30 نجم كلهم عندهم حاجات بتميزهم، والفرصه في اوقات كتيره جدا ما بتبقاش متاحه، لكن بيتقال دايما انه في خلافات داخل اوضه اللبس، بيتقال دايما انه في توتر علاقة مثلا مارسيل كولر، مرة بتتقال بعبد المنعم، مرة بتتقال بطاهر، مرة بتتقال بشناوي، مرة اتقالت مع عبد القادر، ومرة اتقالت معاك أنت شخصيا ككهرباء. ترد على الكلام ده إزاي؟ بص والله يمكن مش يعني أنا من عادتي إن أنا بحب أرد على مش عادي، بحب أتكلم أنا يعني عشان أنا ما بخافش من حد ولا بخاف من حاجة. على وحتى اللعيبه زمايلي دي انا بعتبرهم اخواتي وطول العمر يعني مع بعض، وما فيش اي خلافات خالص. انا هقول لك حاجه يمكن اول مره هقولها، قلت اللبس عندنا في النادي الاهلي فيها 30 لعيب وفيها الخمسه الشباب الصغيرين. ايوه الاوضه دي بتبقى مقفوله علينا، الاوضه دي بتبقى مقفوله علينا، ما فيش حد من الجهاز الفني حتى قريب، يعني اللي هو ايه ما دام قفلنا الاوضه اللي لسه علينا اي حاجه بتحصل معانا احنا كلاعيبه احنا بنعمل اللي احنا عاوزينه في الاوضه. لعيبه بس، مفيش اي خلافات بين الجهاز الفني واي لعيب في النادي الاهلي خالص. انا عارف بس يعني الكلام اللي بيتقال ده او الناس اللي بتقول الكلام ده لما لو حبيت ترد عليهم ترد عليهم تقول ايه؟ يعني لا انا بالنسبه لي وازاي كمان انا عارف ان الفتره الاخيره كمان المنافسه في مركز المهاجم، انا عارف طبعا ولا وفي ناس مش فاضيه، في ناس مهمتها شغلانتها ودنيتها انها تعمل ده. ايوه ما انا هقول لك الناس يعني في ناس فاضيه وفي ناس هم ما حدش بيسمع عنهم. فلازم يجيبوا سيره لعيب في النادي الاهلي عمل مشاكل مع مدير فني، عمل مشاكل مش عارف ايه، واصلا ما فيش اي حاجه اصلا خالص، فاهم؟ يعني ما عندناش اصلا اي مشاكل خالص. واحنا بنتابعكم من بدايه البطوله كنا بنشوف في اوقات كتير جدا كابتن محمود الخطيب بيبقى موجود في التمرينه، بيبقى مجمع، ممكن بيبقى بيتكلم مع واحد من كباتن الفرقه، ممكن يبقى بيتكلم مع اللعيبه كلها، وجوده معاكم في الطياره في اخر سفريه، واعتقد انه دي مش النسخه الوحيده، يعني في ظروف كتير جدا في اوقات ومناسبات كتير جدا كان كابتن الخطيب قريب قوي من فرقه الكوره، ودايما بلمس والجمهور بيشوف ده في طريقه احتفالكم معاه لحظه التتويج ورفع الكاس. كابتن خطيب بيتكلم معاكم ازاي؟ واهم الحاجات اللي قالها لك انت كمان على مستوى الشخصي، وشايف حجم تاثيره ازاي مع فريق الكره كهربا؟ لكن كابتن محمود الخطيب طبعا ما شاء الله يعني ربنا يديله الصحه، ليه هيبه وكاريزما غير طبيعيه، وبالنسبه لنا يعني اللعيبه كلها يمكن هو الاب الروحي لينا، لان هو دايما معانا ودايما بيلعبنا، حتى لو بيجي يقعد يتفرج على التمرين حتى لو ما بيتكلمش مع حد، فبالنسبه لنا تبقى حاجه كبيره جدا، ودعمه غير طبيعي يعني كل يوم، وحتى خلال الفتره اللي فاتت خصوصا ان هو كان كل يوم معانا، فبالنسبه لنا دي حاجه كبيره وحافز لينا ان هو يكون موجود اكتر حتى لو ما بيتكلمش. لكن بقى طبعا الجانب الثاني طبعا هو بيتكلم على طول مع محمد الشناوي طبعا كابتن الفرقه، وبيتكلم مع اللعيبه كلها لما بيجي يسلم عليها، فيعني حاجه حلوه قوي يعني ان يكون في علاقه زي اب واولاده. انا بتمنى لك كل التوفيق. بالمناسبه على السوشيال ميديا انت ليك القاب كتيره جدا، عارفها ولا مش عارفها؟
قول طيب ايه وايه يعني طيب؟ في الفولت العالي، في الحراق، في المشطشط، في حاجات كتيره كده. اهم حاجه وش الساعه. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك يا عمد، وشرفت بيك يا حبيبي، ومبسوط انا كنت معاك. تحب تقول لي ايه للجمهور؟ واحد طبعا اللي كان ليه دور كبير جدا في البطوله دي، بطولة رقم 12 اللي كان موجود في الملعب، وتقول ايه لجماهير النادي الاهلي بشكل عام؟ يمكن جمهور النادي الاهلي ده اعظم حاجه بالنسبه لي في حياتي، وبشكرهم على الدعم والمسانده خلال الفتره اللي فاتت ليا وللعيبه كلها، وخليكم دايما سند وظهر لينا وفي اي ماتش في اي بطوله، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وهتفرحكم باذن الله طول العمر ان شاء الله. وتفرح الجماهير دايما وتحافظ، بحس دايما انه كهربا من اللعيبه القريبه جدا من جماهير النادي الاهلي، بحس ان في لينك مختلف كده. طبعا كل اللعيبه طبعا، بس بحس انه يمكن انا واحد منهم، يمكن انا عشت اللحظات دي كتير قوي في المدرجات برضه، فبحب انا بحب ان انا كني عشان بص يمكن جمهور الاهلي بحب اللعيبه اللي هي تروح تحتفل معاها، تكون قريبه منها، فانا دايما على طول بحب ان انا اقرب منها وبحب ان اتكلم، لان انا بعتبرهم يعني احنا الاثنين واحد، لكن هو في الملعب وانا في المدرجات، فدي بالنسبه لي هو يعني ده الاساس. مبروك مره ثانيه كهربا، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله، واللي جاي يكون افضل ان شاء الله. يبقى طبعا كهربا واحد من النجوم اللي عملت الحقيقه بصمه كبيره جدا، وكتب تاريخ كبير جدا جدا جدا.